حبيبة بابي. بابي بابي ميس يو داد، شفت انا عملت شعري زي باربي. شو كمان ما ميس يو تي يا بيبي. اتفضل يا حامد، اتفضل يا حامد، اتفضل. انت مش انت مش غريب، انت عارفه انكل حامد طبعا، سلمي عليه. طيب. يا كل الدباديب دي بتاعتك لوحدك؟ ها مفيش غير عروسه واحده بس. عسوله قوي يا قوي قوي حبيبه قلبي. بابي إيه؟ تعالوا العبوا معايا، انا بعمل تي بارتي. تي بارتي حفله شاي، حفله شاي صغيره بقى وكده. يا اخي اخدي الفنجان السخن. اه سخن سخن يا سخن يا كتكوته قوي ما شاء الله بجد. ويا ترى بقى اسمها ايه العروسه دي يا حبيبتي؟ العروسه دي؟ ايوه اسمها نيفين. نيفين على اسم مامتها. البنت حبيبه مامتها، بص روحها فيها. أيوة. وبابا فين؟ بابا؟ بابا فين؟ بابا الخروف ده هو. بابا خروف. طب يلا نلعب يا حبيبتي، يلا نلعب يلا. ماشي ماشي. الشاي حبيبي. شوف فعلا الطفل مرايه لاهله. ايوه فعلا. ربنا يحميها. مش شنعانه خالص يعني. ارزعي عندك. ايه انت ليه بتعاملني كده يا حبيبي؟ بس حبيبتي انت ما بقتش حاسس بوجودي خالص. بس حبيبتي خلاص كفايه. انا مش عارفه انت بقى معايا كفايه كده. يوه دي عايشه تعرف يا نفين. في ايه؟ نفين مين؟ الله دي بنتك يا شباب. مالك شبه امها؟ معلش انا اسف انا اسف. طفله صغيره وبتلعب. الله انا اسف معلش والله. يلا يا حبيبتي يلا يا كتكوت يا عم يلا يلا. شوف موبايل الاطفال التكنولوجيا يعني. هو انا مش قلت لك ما تنساش بيا هنا التاني؟ بيعكسوا الناس بتعاكس كتير. عيب بقى يا راجل، ده انا ست متجوزه. لا لا بس بقى، بس ده البيت موجوده خلاص. بص تعالى وانا هقول لها انك انت جاي تصلح الدش ولا تظبط الاريا. يلا الخاينه بت خاينة ايه؟ خاينة ايه يا شام؟ دي طفلة صغيرة يا حبيبي. اهدى كده امال، أكيد سمعت الكلام ده في أي مكان. الله في ايه؟ نيفين بتخوني يا عم. لا لا بتخوني. أنت عارف يعني إيه بتخوني؟ لا 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 ما تظلمهاش. الله لا لا أنا لازم أعرف مين اللي بتخوني. لا لا يا حبيبي. يلا بابا يا حامد. يا حامد. لا لا اسمعني أفهمك. أفهم إيه؟ أفهمني إيه؟ بص وراك، بص وراك. يا نيفين. بابي يا رب بابي خايفة. لا انت ما تخافيش حبيبتي خلاص كملي لها. لا مش عايزة العب. ام سو افريد. انا مش عايزة العب. هو ملو انت ليه زعقت مع اونكل كده؟ لا لا كان عاوز شم هوا فنط من الشباك على طول يا حبيبتي. لا طب تعالي تعالي يلا يلا العب بالوحش ده. عاوز اشرب شاي. لا لا ده مش الوحش. لا ده مين؟ ده عم عبده البواب. ده عم عبده البواب. حبيبتي ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا مدام اللي انت عايزاه ده عيب وحرام. جوزك يطب علينا. الله يا راجل، هو انت مش اصلك سعيدي ولا ايه؟ ما تتنشف كده. لا 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 لعب حاجه تاني، لعب حاجه تاني. بلاش بلاش زفت ده. طيب تهول. قولي يا مدام عندك مكوى والنبي. ما تخش تاخدها جوه من اوضه النوم. نسرين. نسرين لا لا كفايه، استغفر الله العظيم. ده خيال طفلة ده. لا لا مش ممكن مش ممكن. نيفين بتحبني. نيفين مش كده. معلش نيفين. هات نيفين. هات نيفين. خدي بقى. ليه كده؟ مش لازم اخدها دلوقتي. استنى في تاني؟ كتير. لا كان ده صدقني انا مش ست وحشة، انا ست ضحية الاهمال. لو سمحت اتفضل خد حساب البيتزا. بس بقول لكل اصحابك على العنوان بتاعنا. يا حبيبتي انت بتلعبي صح، انت بتلعبي صح. لا انت اكيد سمعتي الكلام ده في حته صح؟ قولي عشان ماما. مش فاكره. مش فاكره ايه؟ طيب طب ماما العروسه دي حد تاني من الدباديب يعني بي ها؟ تعرف كل الدباديب. الله. بس في دباديب مش عندي، في دباديب زياده. زياده ما عرفتش اجيبهم. طب طب في منهم هنا. استنى ده في
دولاب. تعال يا مسبتي. أمك كله. كل دول كده فين؟ وده كمان. وده كمان. وده ده كبيرهم ده؟ ده الكبير بتاعهم. يا سافل يا مجرم، يا سافل يا مجرم. ده اكبر واحد فيهم سنا ولا حجما ولا ايه؟ بصي يا حبيبتي، بصي العب بالعربيات. بس انا مش عايز العب بالعربيات. لا لا ما فيهاش اي حاجه، العب بالعربيات. مش عايز دباديب. اسمع الكلام بس بقى كده، عيب مش في العربية، الاكسدام يبوظ والمساعدين تتبهدل. مساعدين؟ مين عايز مساعدة؟ ما طبعا. انت جيت يا خاينة. انا عرفت كل حاجة. ايه انت بتقول ايه؟ عشان انت اتجننت البنت قاعدة، انت بتهزر ولا ايه؟ بنت قاعدة، بنت قاعدة بتخونني بعدها. بتخونني بعدها؟ لا اكيد مش بعدها طبعا. قصدي يعني لا طبعا. انت ايه اللي بتقوله؟ الخيال اللي انت فيه ده؟ هو احسن مني في ايه؟ ها؟ احسن مني ايه في الدبدوب ده؟ مفيش اي محترم نفسك. انا هموتك واشرب من دمك. بنتك قالت لي على كل حاجه، على كل نيفين مع البواب، نيفين مع حامد، نيفين مع البيتزا، نيفين مع الجنايني كمان. جنايني ايه؟ يخرب بيتك. لا هي اكيد البنت سمت الحدوده دي في اي حته. ايه يا هشام؟ ده خيال طفل حبيبه قلبي. يا سلام حدوده الطفله بالظبط على حياتنا. بقول لك ايه، فكري في كدبه ثانيه قبل ما تكذبيها يا خاينه. هشام؟ ايوه. انت بتشكي فيا يا هشام؟ كل ده بتشكي فيا انا؟ طب اقسم بالله انا سامعك البنت وحشة. طبعا رايحة البهوات عشان ماشي. ما تاخرش يا بابا، انا هقتلك وانتقم من شرفي. اي ماما مشكلة. يلا مسلسل اهم. مسلسل في الحلقة السابقة من المسلسل المكسيكي المدبلج نيفين والرجال. نيفين تخون زوجها مع البواب وقريب البواب وابن البواب، والمفاجأة مرات البواب.